ونتحول إلى مراسل التلفزيون المصري كريم بيبرس. هذا لقاء مع وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد، والتي أكدت فيه أن الشباب في قلب عملية التنمية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030. نتابع. في ظل متابعتنا لمنتدى شباب العالم في نسخته الرابعة، وكما ذكرنا هو بالطبع الشباب هم الأساس، وبالطبع هناك خطة عامة من الدولة للاهتمام بالشباب، وبالطبع بعد جائحة كورونا وتوفير الفرص للشباب والاستماع لآرائهم والأخذ بتوصياتهم. ولكن نتحدث أكثر بالطبع عن خطط الدولة. معنا الآن على الهواء الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط. برحب بحضرتك يا فندم معنا. أهلا وسهلا يا فندم. عايزين يا فندم نتكلم عن خطة الدولة خلال الفترة الماضية، هنتكلم على تمكين الشباب بشكل عام وأيضا دمجهم في التحول الرقمي بعد جائحة كورونا، كيف ممكن أن نلخص هذا؟ طبعا الاهتمام بالشباب، الشباب في قلب عملية التنمية، يعني يمكن رؤية مصر 2030 كالرؤية التنموية للدولة المصرية في كل المحاور بتاعتها، الشباب والمرأة بيتقاطعوا في كل المحاور وفي كل أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية. بنتكلم النهاردة على يعني استثمار في الشباب والاستثمار في قدرات الشباب. الدولة المصرية يعني بتوفر العديد من المجالات لتأهيل وتدريب الشباب على القيادة. عندنا الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب على القيادة، عندها مجموعة كبيرة جدا من البرامج التدريبية، مش بس للموظفين في الجهاز الإداري للدولة أو لموظفي المحليات، ولكن أيضا للمجتمع بشكل عام. عندنا مجموعة كبيرة من البرامج بتقدم في هذه الأكاديمية من أجل رفع القدرات البشرية في مجالات التوعية، في مجالات الحوكمة، في مجالات التنمية المستدامة، في مجالات تقديم الخدمات للمواطنين. والحقيقة المهم ان احنا نقول ان كل البرامج دي مش بس بتتم ان احنا بندرب الافراد وبنسيبهم او بندرب الشباب، ولكن بندربهم وبنمكنهم ايضا. فلدينا العديد من الشباب نهاردة معاوني وزراء ومساعدي وزراء، لدينا عديد من الشباب نواب للمحافظين موجودين في عدد كبير من المحافظين. النهاردة حتى البرامج التدريبية اللي بتتم بيبقى فيها جزء نظري وجزء عملي، عن طريق ان هو بينزل على ارض الواقع وبيشوف المشاكل اللي بتتم. لدينا ايضا مجموعة كبيرة من البرامج، احنا لسه مخرجين اكتر من 404 كادر حكومي من برنامج ادارة الاعمال الحكومية وماجستير ادارة الاعمال الحكومية وماجستير متخصص لادارة الاعمال الحكومية، وكل دول ايضا بيتم تمكينهم في الجهاز الاداري للدولة. المهم أيضا الإشارة أنه إحنا بنقوم بمجموعة أخرى من البرامج في إطار معهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة. عندنا مجموعة كبيرة من السفراء، بسميهم سفراء التنمية المستدامة، ودول كلهم هدفهم نشر الوعي بفكرة التنمية المستدامة. فإحنا بندربهم، بنعتمد قدراتهم على التدريب بحيث أن هم ينقلوا هذا الفكر وينقلوا القضية الخاصة بالتنمية المستدامة لآلاف وآلاف أخرى. احنا دربنا حوالي 10,000 شاب وشابة، ويعني بنأمل أن هؤلاء 10,000 يدربوا 100,000 هذا العام، عن طريق أن كل واحد فيهم يدرب أعداد مختلفة. المحور الثاني المهم في التدريب هو محور ريادة الأعمال، لأن احنا أيضا مع وجود في حدود من 750 ل 850 ألف خريج كل عام بيخرج إلى سوق العمل، مهم أن احنا نوضح أنه احنا عايزين الشباب ده يخرج ما يبحثش عن وظيفة، عايزين الشباب ده يخرج يخلق وظيفة له ولغيره. فالاهتمام بثقافة ريادة الأعمال ده بتحتاج تغيير في الثقافة، تغيير في الفكر، عن طريق ان هو يبقى مبتكر، عن طريق ان هو يبقى قادر على ان هو ياخد نوع من المخاطرة. وبالتالي الدولة المصرية بتتيح عدد كبير جدا من البرامج الخاصة بريادة الأعمال. عندنا مبادرة رواد 2030 اللي بتدرب شباب الجامعات، بتدرب المدارس، بتدرب المدرسين أيضا، لأن المدرس له دور هام جدا في نقل هذا الفكر للشباب منذ الصغر. وأيضا بنساعد على إنشاء حاضنات أعمال بالتعاون مع وزارة التعليم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، حاضنات أعمال عشان الشباب دول يحولوا فكرهم ومشروعاتهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.
بالفعل دكتورة هالة السعيد ربما هو الأهم، هو تنفيذ هذه المشروعات عن طريق التوصيات التي سيخرج بها الشباب في منتدى شباب العالم. شكرا جزيلا دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط على هذه المعلومات الوافية، وكما يعني شاهدنا سويا ربما كان الأهم والخروج بهذه التوصيات وتطبيقها على أرض الواقع عن طريق الخطط المختلفة للدولة، ولكن ربما الأهم ليس فقط التطبيق الفعلي ولكن أيضا سماع الأفكار بشكل عام وأيضا سماع الإبداعات وأخذها وتطبيقها على الأرض. هذه خطة كاملة للدولة لم تتوقف وما زالت باستمرار، لأن هذا المنتدى ليس هو الأخير ولكن ربما هناك الأكثر والأكثر من المنتديات حتى في ظل جائحة كورونا، وبالطبع مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية وفيما بعد جائحة كورونا خطط الرقمنة وخطط التحول الرقمي ودمج الشباب بشكل عام في المجتمع. والآن عودة إليكم مرة أخرى. شكرا لك كريم بيبرس، وشكر موصول للدكتورة هالة السعيد على كل ما تم طرحه في جلسات اليوم. كانت هناك جلستان، جلسة تجارب تنموية في مواجهة الفقر وجلسة المسؤولية الدولية في إعادة إعمار مناطق ما بعد الصراعات.